حجازي في رسالة لطلاب الثانوية العامة: النجاح غير مرتبط بالمجموعة. وبعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة عبر فيسبوك، أكد فيها أن النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطاً بالمجموع في الثانوية العامة، ونصحهم بالاجتهاد والمثابرة واكتساب المهارات والمعرفة والقدرات لأنها السبيل لتحقيق الأمال في عصر العلم والمعرفة وتطوير المهارات. وقال إن نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة، مشيرا إلى أن صناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط، ولكن بامتلاك القدرات وتطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة. الحقيقة أنها رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة في لحظة فارقة في حياتهم، وهم يبدأون رحلة جديدة في حياتهم التعليمية.